فضحك رسول الله وقال كلها بقي إلا كتفه، لأن دي كان شاه. ذلك الإمام علي لما قالوا له الإنسان كيف يعرف الإنسان أنه من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، أنا عايز مقياس كده تقول لي عليه، قال له مقاييس كل مؤمن مع ذاته. هل توجد مقاييس لمؤمن مع مؤمن آخر؟ لا، مقياس المؤمن في إيمانه مع ذاته. طب إزاي؟ قال له إن دخل عليك من يعطيك شيئا ودخل عليك من يأخذ منك شيئا. واحد دخل لأنه جايب لك هدية، وواحد دخل عليك عشان هياخد منك معونة، أدي اتنين. فإن فرحت بمن أعطاك أكثر من فرحك بمن أخذ منك فأنت من أهل الدنيا، وإن فرحت بمن أخذ منك أكثر ممن أعطاك يبقى أنت من أهل الآخرة، لأن الإنسان يحب من يعمر له ما يحب. فإن كنت محبا للآخرة تنبسط منه، وإن كنت بتحب الدنيا تنبسط من اللي يديك، لأن ده هيزود اللي أنت بتحبه.